إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الرحمة المهداة، هكذا وصف نبينا صلى الله عليه وسلم نفسه قائلا: أنا الرحمة المهداة. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة. قبل أن يصف نفسه بهذا الوصف الجميل الجليل، وصفه الله به في سورة الأنبياء في الآية السابعة بعد المئة الأولى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد تجلت مظاهر الرحمة في حياته صلى الله عليه وسلم، في سيرته العطرة، وفي سنته الشريفة القولية والفعلية والتقريرية. ومن أمثلة ذلك ما حصل عند الفتح. فتح مكة حدث كبير جاء بعد ظلم كبير وقع على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وقد وصف القرآن تلك المعاناة والابتلاءات في مثل قوله تعالى: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال الله عز وجل في حقه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، رغم ما صدر من الكفار والمشركين من ألوان الأذى المعنوي والمادي، مع ذلك حينما مكنه الله جل جلاله ليعود إلى مكة فاتحاً، ليعود إلى أحب أرض إليه وهي مكة المكرمة، عاد قوياً. مع ذلك جمع ذلك أولئك القوم الذين آذوه وآذوا أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، قال لهم في خطبته الشهيرة التي تترجم معاني الرحمة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. ثم قال لهم:
لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فالله أرحم الراحمين، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة إلى جميع العوالم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن مظاهر رحمته في سنته المطهرة أن قال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالرحمة إذن تشمل جميع الكائنات، تشمل جميع المخلوقات. الرحمة بين بني البشر، لو التزم البشر بهذا الحديث ما حصلت هناك حروب ولا فتن ولا أزهقت أرواح ولا أسيلت دماء الأبرياء. هذه الأرض التي تقلنا لو نطقت لرفعت شكواها إلى رب الأرض والسماء، تشكو إلى الله ظلم العباد، تشكو إلى الله الأرواح التي أزهقت ظلماً وعدواناً، تشكو إلى الله الدماء التي سالت ظلماً وعدواناً. هذا هو الإنسان، وقد أمر الإنسان أن يحقق التعايش في هذه الأرض في قوله تعالى في سورة الحجرات: وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ونبينا ينبهنا إلى الأصل الإنساني المشترك قائلاً: كلكم لآدم وآدم من تراب. إذن هذه الرحمة تشمل الكائنات، على رأسها الإنسان وهو أفضل الموجودات، ثم تنتقل إلى سائر الكائنات من الطيور والبهائم والحيوانات والأشجار. هذه البيئة التي أمرنا بإماطة الأذى عنها في حديث متفق عليه قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام البخاري: الإيمان بضع وستون شعبة. وفي رواية الإمام مسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين. إذا تجلت هذه الرحمة في تلك الحادثة، حادثة فتح مكة، حينما قال لهم: لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فمعاني الرحمة إذن تجلت في سيرته العطرة، تجلت في سنته الشريفة، في سنته القولية، في أحاديث تترى، وفي سنته العملية من خلال معاملاته مع أهله، مع جيرانه، مع مخالفيه في السوق، في التجارة. هو الذي يدعونا إلى خلق السماحة، فيقول: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. معاني الرحمة لا نحصيها عددا، فهو الرحمة المهدات، فهو الرحمة المهدات. نحن مطالبون بتمثل معاني الرحمة في حياتنا، في حياتنا الأسرية، في حياتنا الاجتماعية،
في حياتنا الاقتصادية في جميع مناحي الحياة. فإذا تمثلنا هذه القيم وهذه الأخلاق، أخلاق الرحمة، يومها نستحق أن ينظر الله إلينا بعين رحمته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحمنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه، اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم اسطرنا فوق الأرض، اللهم اسطرنا تحت الأرض، اللهم اسطرنا يوم العرض، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم احفظ بلادنا الجزائر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصرف عن البشرية قاطبة الحروب والفتن والأمراض بمختلف أنواعها يا رب العرش الكريم يا رب العرش العظيم. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا استقيم رحمكم الله. استوى اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.